استاذ ابراهيم، اهلا بحضرتك. اهلا استاذ ابراهيم، ازاي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا، تحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن عدلي الطويعي وتحياتي لجمهوركم وجمهور النادي الاهلي اللي متابع البرنامج الجميل بتاعكم. طبعا استاذ ابراهيم، حضرتك يعني مثلت النادي في هذه المناسبه، نعرف بالظبط ايه المواد اللي النادي الاهلي متحفظ عليها وايه درجه الجديه اللي حضرتك لمستها في مجلس النواب. بص يا استاذ ابراهيم، بس انا الاول طيب عندي تعليق على الكلام اللي الكابتن عدي قاله. قد يكون جزء كبير من الكلام اللي الكابتن عدي بيقوله صح ووارد، وكل واحد بيبقى ليه غرض اللي بيقوله، انما النادي الاهلي لما بيحضر مناسبه زي دي بيقول وجهه نظره المجرده اللي ما فيهاش اي غرض، اللي بنهدف بيها مصلحه الرياضه المصريه واللي بنشوفه من خلال تطبيقنا للقانون. كابتن علي قلت احنا رحنا بنعد اللائحه بتاعتنا، راجعنا القانون كتير وراجعنا اللوائح المكمله للقانون وتراءى لنا بعض الملاحظات. ايوه بالظبط، هو ده اللي انا قلته يا استاذ ابراهيم. قلت النادي الاهلي واخد الامور بجديه، هياخدها في سياق موضوع اللي هو يعني اصلا يمكن سبب طرح القانون للتعديل، لكن الاهلي طبعا عنده دراسه يحاول يستفيد من هذه النقطه انه يحط بعض الـ 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 الامور تتوضح اكتر وتتحط في سياق يخدم الرياضه اكتر. بالظبط، وعشان كده احنا يعني قدمنا شكرنا واحترامنا للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه السابق على المجهود اللي عمله واللي فضل مصمم لحد ما طلع قانون خاص بالرياضه وكانت نقله نوعيه للرياضه في مصر. دكتور اشرف صبحي يهدف الى تطوير القانون بعد سنه ونص من تطبيقه، وان هو كوزير شباب ورياضه حال هو شايف ان القانون محتاج بعض التعديلات، ودي حقيقه فعلا. القانون او اي لائحه هو عمل بشري واجتهاد بشري، يصيب ما يصيبه ويخطئ فيما يخطئ، فقابل للتعديل وقابل ان احنا نطوره. احنا كنادي اهلي تراءى لنا بعض النقاط المهمه جدا، اولها مثلا ان حضرتك عديت اللائحه بتاعتك، واللائحه دي كانت اجتهاد ومجهود من كل الساده اللي شاركوا بدون بقى ذكر اسامي عشان ما ننساش حد، ولكن اجتهدنا وطلعنا لائحه النادي الاهلي. بعد فتره من تطبيقها قد يتراءى لنا ان احنا محتاجين نعدلها. القانون الحالي بيقول ان انا عشان اعدلها لازم ادعو لجمعيه عموميه غير عاديه. فلو عندي مشكله في الطباعه مثلا، فصله او حرف او في حاجه، ادعو او بند او بندين عايز اعدلهم، ادعو الجمعيه عموميه غير عاديه كامله. طب ما الاسهل هي نفس الجمعيه العموميه، هي جمعيه عموميه النادي الاهلي، اعرض عليها في اول جمعيه عموميه عاديه واقول يا جماعه انا عايز اعدل ده وده وده نقطي والغرض منه كذا وكذا وكذا، وهي نفس الجمعيه العموميه بدون تكاليف اضافيه وبدون ما نتخذ اجراءات اضافيه وبدون ما نصعب الامور على نفسنا. الحاجة الثانية ان احنا لما جينا عملنا، يمكن احنا من اكبر الاندية او من اهم الاندية اللي مهتمة بالاستثمار، النادي الاهلي سباق في انه اول نادي يكون دار التسويق ليه، واول نادي يتكلم على التسويق والاستثمار الرياضي. حتى احنا عاملين باب مخصوص للاستثمار جوه لائحة النادي الاهلي، وكل الناس اللي كانت موجوده اشادت بكده وقالت عاملينه في الجزء بتاع الاستثمار عندكم اكتر من اللي محدد واللي مذكور في القانون. وده مش حاجه تفرحنا، ده يبقى خلل في القانون نفسه. صحيح صحيح، محتاج يتطور. ملاحظتنا كانت ان قانون الرياضه هو قانون 71 لسنه 2017، في حين ان قانون الاستثمار اللي اصدر برضه في نفس العام كان رقم 72 لسنه 2017، بمعنى ان قانون الاستثمار كان لاحق لقانون الرياضه، وبناء عليه قانون الرياضه ما اخذش في اعتباره التعديلات اللي جت في قانون الاستثمار ولا اللائحه المكمله له، وبناء عليه احنا طلبنا ان قانون الرياضه يتعدل ويتطور، لان الاستثمار الرياضي زي ما احنا شايفين النهارده هو هدف لمصر، وشايفين استثمار رياضي داخل جوه مصر بقوه وبعنف، ودي حاجه كويسه للبلد ورافد اساسي
من جذب الاستثمارات، يبقى لازم اكون متناسق مع القانون اللي منظم للاستثمار هنا. فبناء عليه احنا طلبنا ان ده يتاخد في الاعتبار. نفس القصه احنا اتكلمنا بالنسبه للاستثمار. انا لما باجي استثمر كراجل مستثمر او كمؤسسه بحجم النادي الاهلي، بيبقى ليا استراتيجيه معينه وهدف معين من الاستثمار بتاعي. فالنهارده لما اجي اطرح الاستثمار ده او ادخل في الاستثمار ده، ما ينفعش تقول لي مالكش ممثل جوه مجلس الاداره، لكن ينفع تقول تحط الضوابط اللي حضرتك عايز تقولها، تقول ان عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي هيشارك في مجلس اداره الشركه دي ليس له اي منافع ماديه، ليس له حق كذا. لكن انا النهارده لما يبقى عندي استثمار انا مساهم فيه 60%، لازم ابقى قاعد على في ترابيزه مجلس ادارته، وليا حق الاعتراض، وليا حق الفيتو، وليا حق وقف القرارات، المناقشه وابداء الراي على الاقل. والنهارده قد يكون الشركه التابعه للنادي الاهلي دي هتاخد اجراءات ضد الاستراتيجيه اللي حاططها مجلس اداره النادي الاهلي، يبقى انا كمجلس اداره ليا الحق ان اقول لا وانا موجود على الترابيزه. احنا مش لازم نطول الناس، ومش لازم نقول ان في منفعه وفي مصالح والكلام ده، لكن لازم نشوف الناس تنظم امورها ازاي بره، وننظم امورنا زيها، ونحط الضوابط اللي تضمن ان الامور تمشي في. طب يعني شاعرين بمدى يعني استيعاب وجهه النظر دي، ولا لسه محتاجه مجهود اكتر؟ لا طبعا، هم كل الناس. بص يا كابتن عدلي، النادي الاهلي لما بيتواجد في مكان بيبقى ليه احترامه، والناس بتنتظر وجهه نظره، لان النادي الاهلي مؤسسه كبيره، لما بتبقى بتتكلم اكيد الناس بتبقى محترمه وجهه نظرها ومنتظرها، وكتير جدا بيقتنعوا بيها وبيتبعوا وجهه نظر النادي الاهلي. فالنهارده احنا لمسنا فعلا في تواجدنا احترام من الناس اللي موجوده، الناس قدرت النقط دي، وفي اعضاء مجلس اداره ورؤساء مجالس ادارات انديه ثانيه ابدوا ملاحظات قيمه جدا. يعني مثلا قانون حضرتك بيسمح لك بيديك كم اعفاءات قانون الرياضه غير طبيعي. النهارده احد اعضاء مجلس الاداره اللي كان موجود من انديه الدوري الممتاز ابدى ملاحظه ان النهارده احنا كانديه بيطلب مننا ضريبه القيمه المضافه في حين كافه الضرائب والجمارك. ففي النهارده تعارض، لما جيت تطبق وزاره الماليه بتقول لك هات القيمه المضافه، ودي عامله لنا مشكله فعلا، وبعدين يجي يقول لك على بند في فيها، فانت مش عارف برضه، الامور مش واضحه. فطلبنا توضيح اكثر في القانون القادم وتنسيق اكثر ما بين الوزارات المعنيه. في برضه مركز التحكيم اللي مقره اللجنه الاولمبيه ورئاسه رئيس مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، كتير من الناس اعترضوا وقالوا ان انا قد يبقى عندي برضه يعني بتختصم اللجنه الاولمبيه، بتختصم اللجنه الاولمبيه. بالظبط كده. فكتير من الناس طلبت ان يبقى المركز ده تابع مستقل شويه وزاره العدل او يحظى باستقلال خاص. يعني اغلب الناس كانت ملحوظاتها متوحده حول نقاط معينه، لكن بالنسبه للنادي الاهلي كان اللي يهمنا جدا اجراءات التغيير والاستثمار، لان هو ده المرحله الجايه للنادي الاهلي ان شاء الله. يعني وعلى فكره معلش، احنا الدعوه يمكن كانت الفتره اللي جات لنا قبلها كانت اليوم اللي قبلها على طول، فما قدرناش نعمل المذكره تامه وبجميع النقط والاجراءات، لكن ان شاء الله هيتم تشكيل لجنه من مجلس الاداره هتعمل مذكره تفصيليه بجميع النقاط وجميع التفاصيل اللي النادي الاهلي شايف انها تحذف او تضاف او تعدل للقانون. يعني هو بقي كم جلسه تقريبا ولا مش محدده لقبول الاقتراحات ومناقشتها وتصفياتها بعدين التصويت عليها؟ لا، هو اللي انا فهمته من تواجدي ان لجنه الشباب والرياضه بتعمل حوار مجتمعي مجزأ مع قطاعات كبيره، يعني احنا يمكن كنا موجودين مع قطاع انديه الدرجه الاولى الممثله في الدوري الممتاز،
لكرة القدم. هم هيبتدوا يقعدوا مع قطاعات كتيرة، سواء بقى الرياضيين، سواء يعني جميع القطاعات، ومدين فرصة لحد 31 ديسمبر لأي حد عنده مقترح هم هياخدوه وهيدرسوا جميع المقترحات ويفلتروها. وده على فكرة ده بيقول إن النادي الأهلي إحنا عملنا التجربة دي في اللائحة بتاعتنا، ويمكن برضو النادي الأهلي كان خد الحوار المجتمعي ده بشكل جميل ولطيف كده. نفس القصة أعتقد إن الناس استوعبوا القصة دي، يعني قد يركنوا إلى هذه التجربة. يعني أعتقد إنها كانت تجربة حظيت باحترام الناس، بحيث إن برضو في تكرار ليها. أنا بس يعني في حاجة كده مش عارف تتفق معايا أو تختلف، معادلة بسيطة جدا ممكن لو اتفقنا عليها أو الناس بصت عليها تفك كل الشبكات الحادثة دلوقتي. أنا أرى أن اللجنة الأولمبية هي معنية بكل قطاع البطولة، وأن الوزارة هي معنية بكل قطاع الممارسة. يعني رياضة المواطن مسؤولية الوزارة، أما رياضة البطولة فهي مسؤولية اللجنة الأولمبية. احنا ليه مش مبسطين الأمر بالشكل ده؟ بص يا كابتن عادل، يمكن طبعا حضرتك واخد الموضوع يعني بسطته لأقصى درجة طبعا، لكن يمكن في تداخل شوية. إن احنا عندنا طبعا عارفين إن في نوع من أنواع الدعم الحكومي للاتحادات وللرياضة التنافسية برضه. طالما في دعم مادي يبقى في الدولة ليها حق مراقبة. ما هي الدولة ليها حق المراقبة يا أستاذ إبراهيم. يعني هي حتى لما خلال اللجنة الأولمبية، يعني هي الألعاب الأولمبية خلاص هي اللجنة الأولمبية بتدعمها. ألعاب الترفيه والممارسة يعني، وفي كل الأحوال محدش بمنأى عن رقابة الدولة يعني. لا خالص، بص يا كابتن عدلي، محدش من اللي حاضرين كان مختلف عن ان الاداره الفنيه والاشراف الفني المتكامل للالعاب الرياضيه التنافسيه الاولمبيه خاص وراجع للجنه الاولمبيه. ما حدش قلل من دور اللجنه الاولمبيه خالص في الجزء ده. الجزء المالي والاشراف المالي طبعا ما حدش برضه اختلف على انه راجع للدوله. بعض الامور الاداريه اللي هي محتاجه بس فض المنازعات من خلال التطبيق، مش عايزين نقول بقى احنا يعني عايزين نقول ايه، احنا مش عايزين ان حد لما يقدم اقتراح يبقى ليه غرض او ليه هوى، لكن احنا كنادي اهلي هنقدم اقتراحنا اللي شايفينه في مصلحه الرياضه المصريه. طيب مالناش دعوه في في, في في اللي احنا هنقدمه للجنه الاولمبيه يا استاذ ابراهيم. حق مجلس الاداره او الحق القانوني في اجراء تعديلات على لائحه النظام الاساسي للنادي. كانت الجمعيه العموميه غير العاديه زي ما حضرتك تفضلت. انا لو اديت الحق ده للجمعيه العموميه العاديه باعتبار انها كده كده سنويا بتنعقد، تمام، لازم اخد بالي من نقطه. فيما لو لم يكتمل النصاب القانوني كما يحدث دائما للجمعيات العموميه العاديه، هيقول مناقشه جدول اعمالها لمجلس الاداره، واخد بالك؟ وانا هنا لازم احصن، انا بتكلم على المستقبل دايما، احصن لائحه النظام الاساسي بعيدا عن اي رغبه لاي مجلس اداره موجود. دي لائحة نظام وضعتها جمعية عمومية، اللي له حق إجراء التعديل عليها جمعية عمومية، واخد بالك؟ لكنه لو حطيتها بند من بنود جمعية عمومية عادية، لما ما تكتملش مجلس الإدارة ينعقد وتقول إليه بنود جدول الأعمال فيجري كل التعديلات اللي هو عايزها. تمام، أنا موافق حضرتك تماما، بس ليا تعقيب عليه. لو حضرتك تفتكر إن ده كان في الدرافت او المقدم الاقتراح المبدئي اللي اتقدم للائحه، وبناء على طلب الجمعيه العموميه نفسها احنا عدلنا ده وقلنا ان لو في مقترح مقدم من مجلس الاداره، كنا ساعتها بنقول لو مقترح مقدم من مجلس الاداره والجمعيه لم تكتمل فيعتبر المقترح سائل. الجمعيه العموميه قالت لا، احنا عايزين لازم احنا اللي نوافق عليه، واحنا اديناها الحق ده. تمام، عشان كده احنا حصلنا الكلام ده في لائحتنا الاساسيه، وقلنا ان لو مجلس الاداره او احد اعضاء الجمعيه العموميه طلب تعديل بند معين او بنود كثيره وتقدمت ولم تكتمل الجمعيه، فلا يعتبر هذا التعديل ساري ويؤجل لجمعيه اخرى لحين اكتمال الجمعيه. فاحنا محترمين ده
ومدين الحق الاصيل للتغيير والتعديل للجمعيه العموميه. اتمنى انه يفضل كده يعني. هو انا واثق في هو بالاضافه الى توجه المجلس، لكنه انا بتكلم على المستقبل دايما. هو بالاضافه الى نقطه استاذ ابراهيم، خلي بال حضرتك يا كابتن عدلي، يمكن ادرى مني ومن حضرتك طبعا، وكان موجود في مجلس الاداره. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي جمعيه واعيه جدا، وجمعيه عارفه هي طلباتها ايه، ولما بتحب انها تعدل حاجه او تغير حاجه بتنزل وتعدلها تمام. عشان كده افضل مديله احافظ لها على هذا الحق. تطلب منها تمام، تطلب منها ان انت كمجلس اداره سواء الحالي او القادم يقول لها عدلي وتنزلي عن حقك، هي مش هتتنازل هو عنها. بس انا يعني ارى حكمه في ان يوكل الامر الى جمعيه عموميه غير عاديه، ان طبعا ما نستسهلش كل يوم والتاني نعمل تعديل. بالظبط، يعني هي فكره ان التعديل لازم يبقى جوهري وملح ومبرر بحيث انه يستحق جمعيه عموميه غير عاديه، اما وانه يكون احد البنود او فيما يستجد من اعمال او ما الى هذا في جمعيه عموميه عاديه، هيبقى سهل على كل مجلس اداره ساعتها حسب ضوء وظروفه الرهنه. لا بص، انا هختلف مع حضرتك في حاجه يا كابتن عدلي. يعني انا النهارده تكاليف الجمعيات العموميه بقت كثيره جدا، وحضرتك عارف الكلام ده كله، وبتاخد وقت واجراءات وجهد، وبتستنزف مجهود مننا كبير، سواء من المجلس او من الاداره التنفيذيه او من الاعضاء نفسهم، ان هم بينزلوا بيجوا بيشاركوا. فالنهارده حضرتك، انا لما اكون عايز اعدل اللائحه كلها هطرحها اكيد على جمعيه عموميه غير عاديه، واعمل حوار مجتمعي والكلام ده. لكن انا اصدرت زي اللي حضرتك شايفه دلوقتي النهارده قانون بيتعدل، في بنود في القانون بتتعدل، عايز اتواءم مع البنود دي واعدل حاجات فيها بما يتواءم مع القانون الجديد واللوائح المنظمه. طب انت عندك لائحه ماليه للنادي يا استاذ ابراهيم تقدر تتحرك من خلالها في بنود الاستثمار وغيره، لكن انا بتكلم على تحصين لائحه النظام الاساسي كدستور للنادي. حاجه ثانيه، انا النهارده احنا من ضمن الاقتراحات ان حضرتك كنت عامل في الاستثمارات ان لازم يبقى النادي دي النسبه العظمى، تمام، ده بالنسبه انما او النسبه الحاكمه بالنسبه للاستثمار، ان انا كنادي باسس فيه. طب انا النهارده لو انا بشارك في مشروع ناجح ومشروع استثماري مضمون وتمت دراسه جدوته وتمت الاخذ بكل المعطيات وعندنا فائض مالي وعايزين نشترك بجزء بسيط فيه ب 5 10 20%، تمام؟ انا النهارده ده تعديل مش موجود في اللائحه الحاليه. حضرتك مثلا النهارده اللائحه قالت لك ما تعملش اي استثمارات غير في الاستثمارات الرياضيه. القانون مثلا المستشفى، طب انا حتى انا السؤال اللي طرحته في مجلس النواب، لو انا جاي لي واحد مصاب في ركبته هقول له اكتب اقرار ان دي اصابه رياضيه مش اصابه في حادثة مثلا كمستشفى، يعني حتى ما يتوافقش مع الميثاق الطبي وشرف المهنه، واخد بال حضرتك ازاي؟ ففي حاجات فعلا في القانون انت عايز توسع دائره مجال الاستثمار. بالظبط، لان هو ما هو ده مفهوم احنا لما بنتكلم. لا انا مع التعديلات كلها على فكره اللي الاهلي طالبها، لكن انا بتكلم على الاليه. كلما كانت الاليه مش سهله قوي يكون افضل علشان تبقى عزيزه شويه، تبقى يعني اولا الدراسه تبقى واخده وقتها ومتقدمه مره واحده، والناس يعني اما هتتكبد المشاق انها تحضر في جمعيه عموميه غير عاديه هتكون معنيه جدا زي ما حصل في الحوار المجتمعي حوالين النظام الاساسي. ولكن مؤكد اللي احنا بنقوله على الهوا ده غير اللي انتوا عمالين تدرسوا فيه بقالكم مده، و يعني باذن الله يبقى معاكم الحجه اللي ممكن تقنع الناس، هي وجهات نظر ما نقدرش نقول مين يعني او ندعي ان احنا صح، احنا بس بنقول مخاوفنا. اذا كان تحب تضيف اي شيء يا استاذ ابراهيم. لا تحترم طبعا المخاوف، تحترم وجهات النظر، واعتقد ان ده يعني ايه ورقه مبدئيه، لكن اعتقد لما هتتراجع تاني ممكن نراجع النقاط دي كلها. لكن برضه حضرتك انا بطمنك على مخاوفك، لان مثلا الجمعيه العموميه العاديه السنه دي حضر فيها 2772 عضو تقريبا، بمعنى انها ما اكتملتش.
فلو انا حتى عايز اعدل من خلال جمعيه عموميه عاديه هبقى حريص انها تكتمل في الخمس او الثلاث او ازيد من الخمس الاف عضو المسموح بيهم، وابقى حريص ان انا اكلم الاعضاء ان هم يستنوا لاخر لحين عقد الجمعيه العموميه في اخر اليوم عشان يناقشوا. لا هيبقى في بنود طبعا جدليه هتستفز الناس يعني. طبعا طبعا. يعني احنا هي في الاخر ان احنا بنهدف له هو مصلحه الرياضه المصريه من خلال تعديل القانون اللي موجود بدون اي اهواء او اغراض. ربنا يوفقك. شاكرين حضرتك جدا وكل التوفيق باذن الله. شكرا جزيلا للاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي.